لذيذة وجديدة، الولاد استمتعوا، احنا بنقضي اليوم على البحر وبعدين بعد كده ننزل الاحتفالات والفعاليات، لذيذة قوي، تغيير. الولاد بيشوفوا حاجات ممكن قلت ما كانتش موجودة، سيرك والحركات والحاجات دي بيفرحوا بيها قوي. يعني هنا المهرجان جميل جدا والاتموسفير حلو قوي، ده غير العروض اللي بتحصل والاكسبيشن اللي بتحصل، انا واخد اكسبيرينس حلو قوي بجد، فظيعه جدا. يعني لازم الكل يروح هنا ويستمتع بالاجواء دي. والله هو النهارده يوم جميل، انا كاول مره احضر يعني، فاليوم عجبني جدا، والحاجات الاستعراضات اللي بيعملوها عجبتني جدا صراحه. حاجه جميله، بس حاجه جميله والله، حاجه جميله، حاجة ممتعة يعني، حلوة جدا بجد، واحنا مبسوطين جدا هنا، والأجواء هنا جميلة جدا، والعلمين أصلا طلعت حلوة جدا. شفت كلاون وشفت حاجات كتير حلوة. I love علمين.